سي سيف، أول مرة قالت لك إدارة قناة إنهم وظفوك، كيفاش عشتها بالضبط؟ إدارة قناة؟ وقتها أول في التسعة كيفاش جات؟ عملت كاستينج في الإيميسيون وقتها مع لطفي العبدلي. بعد عملنا ستاج فيه ظهر لي 40 واحد، عملوا فيه التراج خليه أربع من الناس، أنا كنت واحد فيهم، كلموني مشيت صحت كونترا بديت نخدم على روحي، خرجت من غادي مشيت للحوار. ما فرحتش؟ بيان سور فرحت أكيد، معناها كاستينج. أنت شكون تعمل في وقتها؟ أنا وقتها نعم في ماستير تقرا على روحك انجينيري دو ريسورس هيومان، قصيت عليه باش بديت الكاريير هذيا. ماكش ندم لي بطلت القرايه على خاطر الكاريير؟ الى حد الان ما زلت ما ندمتش، نجم نندم كيما نجم نكون عمل شوا، مانيش باش نندم عليه خاطر حاجه نحب نعملها ملي صغير، وحتى كان معناتها باش تمشي ما فماش علاش نندم. مالك اول مره قالت لك اداره قناه انهم وظفوك، معناها فسر لنا وين وقتاش شكون الشخص اللي كلمك، كان فما اونتروتيان؟ الحقيقه لا مش اونتروتيان، معناها انا راني بديت بالفيكسيون من الاول قبل الاعداد، معناها كيما هابينيس قبل سكول، معناها بعد هابينيس كلموني برشا شنات وقتها. وقتها وكان الاختيار مع قناه تو ام تونيزيا، قبل شو اسمها كان ام تونيزيا متوسط، قبل متوسط وقتها بديت رحله انا وسيف، انا وسليم الحريسي وسليم بن اسماعيل وقتها. واضح. اول سيف، اول حلقه تعديت من رد بالك، كيفاش استنيتوا لي رياكسيون تاع العباد؟ كيفاش عشتها؟ اول حلقه صارت فيها مشكله هي وقت كيف بالضبط صارت هي تحكي اختنا برس باه اعطيني عشتها والله مروا لي لا قوم لي قوم يضربني هاي كمل قوم لا اول حلقه بالحق وقتها هي حلقه باهيه وكل شيء، اما لي فيدباك وقتها غلبت عليهم فازه اخرى من غير ما نحكيو فيها. مو واضح مالك نزلك نفس ويل ولا مش تجيني نفس اللي جاب؟ لا لا بالعكس. اول حلقه رد بالك العباد قالوا تيان ابارامون هذه حاجه باهيه، معناها فهمت، وبعد بعد انشيني باهي. اول سيف، اول رفض لعمل قدمته ولا احساس بالفشل، اول ديسيبسيون في حياه سيف في علاقه بالخدمه؟ اول ديسيبسيون هي الاكسبيريونس في قناه التاسعه بالنسبه لي انا. انا بديت نعمل في دي ستاند اب، في مانيش اكاديميك، ما عملتش مسرح، مشي اوتو ديداكت، بديت نتعلم وحدي بشوي بشوي. بديت نشارك في دي زيفينمون، نعمل دي ستاند اب ربع ساعه نص ساعه، لين خلطت وليت نعمل حتى 40 مينوت سور سين، معناها بعد مشيت عملت كاستينغ. بتيت الاكسبيريونس هذه كان سما زربت فيها شويه، دخلت بكري للتلفزه ما زلت مانيش حاضر 100%، دونك من بعد كي وفات التجربه كل شيء وعملت تقييم ما نكذبش عليك معناها ندمت لي على التجربه هذيك. كان استنيت شويه، كان نضجت اكثر، كان زدت تعلمت اكثر الديسيبلين نتاع ستاند اب، وبعد شفت. اما ما تنجمش تغزر لها من جهه انه كي ما جاش التجربه هذيك ميم با تدخل الحوار التونسي حتى من بعد وتعمل رد بالك؟ بالطبيعه، لكن المشكله راهو شو موريست في العالم سيرتو في تونس، راك عملت حاجه راهي باش تلصق فيك، دونك يلزمك تكون سيليكتيف على الاخر وتعرف شنو تخدم بالضبط، خاطر ريت ستاند اب ماست ولا ستاند اب خايب باش يتذكروا اكثر من الاخرين، باش العباد تسبك باش صحيت باش تبقى تتذكروا، دونك يلزمك تختار الخدمه معناها باش تخدم. مالك اول ديسيبسيون في علاقه بالخدمه؟ اول ديسيبسيون انا راني عشت بوكو دو ديسيبسيون، معناها نجم نقول لك الخايب اللي عشته في الدومين هذا اكثر من الباهي، معناها فهمت. اما تغيرك ساعات كلي سي، معناها تبدا في حلمة انت معك مجموعه كامله، تبدا في حلمة وبعد الحلمة هذيك تتقص، معناها هذيك الخايبه في الحكايه هذيا. عندي حاجه تضحك برشا نقولها، فما عام اقترحت سيت كوم على التلفزه الوطنيه، قالوا لي ارجع 2030. على بصح زيد راجع روحك في ال 15 هذوما والله قراو سيناريو، قالوا لي ارجع 2030.